جرت العادة الحديث عن الإنفاق على التعليم، لكنها للمرة الأولى التي يصير الحديث عن العائد الاقتصادي لهذا الإنفاق. ذلك ما طرحته رسالة الدكتوراه للباحث محمد المطري بكلية التربية جامعة صنعاء في سياق بحث السبل للارتقاء بالتعليم محليا، بخاصة التعليم الثانوي وتجويد مخرجاته. ترشيد الإنفاق على التعليم أو زيادته لم يعد محور البحث الرئيس بقدر عائد هذا الإنفاق، أبرز ما تضمنته رسالة الدكتور للباحث محمد المطري الذي حاز الامتياز عن رسالته بعنوان قياس العائد الاقتصادي للإنفاق على التعليم الثانوي العام في محافظة صنعاء في مناقشة علنية بكلية التربية في جامعة صنعاء. بعرض موضوع رسالتي على لجنة المناقشة والحكم تمت مناقشة الطالب، وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بالآتي: يمنح الطالب محمد صالح ناصر المطري درجة دكتوراه في دائرة التخطيط التربوي درجة امتياز 95. تأتيك لبنة من لبنات الرسائل العلمية في جامعة صنعاء التي قدمت في مجال اقتصادية التعليم، وأنا أناقش للمرة الثانية رسالة علمية تكلم عن الكلفة في التعليم في جامعة صنعاء، وقد ناقشت أيضا الكلفة والعائد في جامعة تعز حول التعليم الثانوي. أنا أعتقد أنها من الرسائل المهمة التي يجب أن تحظى بأولوية. لا سبيل لتطوير التعليم إلا ببحوث علمية نوعية تسهم في تجويد التعليم، وهذا ما سعت إليه رسالة المطري لتكون بمثابة دعوة للباحثين وطلاب الدراسات العليا في اختيار الموضوعات النوعية لخدمة الوطن في مختلف المجالات. اخترت هذا الموضوع باعتباره أنه ثاني موضوع في علم اقتصاد التعليم، والذي يتحدث عن علاقة الاقتصاد بالتعليم ونموه. هناك مشكلة دائما نتعرض لها، دائما نقول هناك اللي هو الجانب المادي والتكلفة المادية اللي تقف يعني حائل في تحقيق أي أهدافنا في التربية، ولذلك كان المفترض أن نعرف الآخرين بما بعلاقة الجانب الاقتصادي بالجانب التربوي بشكل مباشر. سياسيون وأكاديميون وتربويون وجهوا دعوة إلى المعنيين للاهتمام بالأبحاث العلمية، منها هذه الرسالة التي ركزت على العائد الاقتصادي للإنفاق على التعليم. التعليم في بلادنا يحتاج إلى الكثير من هذه البحوث، وكما سمعت فإن هذه تعتبر ثاني رسالة تهتم بهذا الجانب، وإحنا يعني خلفيتنا المتواضعة عن التعليم نرى الضرورة ملحة لمثل هذه الدراسات، وأيضا بأن يتم الاستفادة من مثل هذه الأطروحات لأنها دخلت في عمق العملية التعليمية على مستوى تفصيلي وعلى مستوى الغوص في غمار التكلفة والعائد الاقتصادي على مستوى محافظة وعلى مستوى مديريات، وهذا هو المهم. أتمنى أن تكون هذه الرسالة هي تؤدي دورها في المؤسسة التعليمية وتكون رافد من الروافد التي يعتمد عليها في تحسين التعليم. تعود هذه الرسالة وما تضمنته الثانية من نوعها التي تناقش محليا ما يجسد تنامي الوعي لدى الباحثين في اليمن حيال سبل تطوير العملية التعليمية والانتقال بها من مجرد خدمة مجانية إلى مشروع اقتصادي. مختار الخطيب، اليمن.